المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت كلها كانت بتتلخص في قانون واحد، ماشي؟ ايه هو بقى القانون الواحد دوت؟ اسمه قانون جاوس، ماشي يا شباب؟ قانون جاوس ده قلت لك ان هو القانون نفسه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفلكس بيساوي الانتجريشن على الكلوز سيرفيس اي دوت دي اي بيساوي كيو انكلوزد على الابسلون نوت. وقلت لك ان الهدف الاساسي من القانون دوت، الهدف الاساسي من القانون دوت الاتي، بتجيب منه حاجتين، يا اما تجيب منه الفلكس، اجيب الفلكس ازاي؟ يا اما تاخد الفي تساويها بالانتجريشن بتاع الاي دوت دي اي، يا اما تاخد الفي تساويها بالكيو انكلوزد على الابسلون نوت، ماشي؟ اولويه تفكيرك بتبقى ازاي؟ أولوية تفكيرك بتبقى إن أنت تجيب ده، لو شوف لو عندك كلوز سيرفيس أو تعرف تعمل كلوز سيرفيس ده بيبقى أسهل تفكير. ما عرفتش بتضطر إيه؟ تكامل. دي جزئية. تمام؟ أو القانون ده بيستخدم في إيه تاني؟ القانون ده بيستخدم تاني إن أنت لو خدت التو بارتس دول مع بعضيهم كده تقدر حضرتك تجيب مين؟ وخدنا إزاي نجيب الإلكتريك فيلد على، خدنا الأول لو عندك بوينت شارج صح كده؟ اللي هي دي، وكان بيطلع الالكتريك فيلد هو نفسه قانون كولوم على الار سكوير، وبعدين خدنا لو عندك لاين تشارج واللينير تشارج دنستي بتاعتها اسمها لامدا، وكنت بتجيب الالكتريك فيلد بيساوي ايه حد فاكر؟ ها لامدا على 2 باي ابسلون نوت في الار. وخدنا كده طب لو الشحنات بتاعتك عباره عن شيت بيطلع الالكتريك فيلد في الاتجاهين، يبقى الالكتريك فيلد بتاعك عباره عن ايه حد فاكر؟ سيجما على 2 ابسلون نوت، صح كده؟ ركز بقى. وخدنا كمان لو عندك كوره، دي رابع حاجه، لو عندك كوره والكوره دي اول حاجه الكوره دي يا اما تبقى الشحنات نفسها هي اللي عامله فوليوم. يعني ايه الشحنات هي اللي عامله فوليوم؟ يعني انت جبت الشحنات دي ورحت عاملها حجم كده، ماشي؟ كانك انت جبت شحنات ورحت عاملهم كوره. او يبقى الكره دي من ماده عازله للكهرباء وحطيت فيها شحنات، وفي الحاله دي يقول لك الشحنات از يونيفورملي ديستريبيوتد على الفوليوم كله. تخيلها ازاي؟ عارف انت كانك جايب ايه؟ تخيل انت عارف كانك جايب حته عجينه ورحت رشش عليها سمسم، وبعدين قعدت ايه تلعب فيها كويس قوي ورحت عاملها بقى ايه كوره، بحيث يكون السمسم ده يونيفورملي ديستريبيوتد على الدول اللي هي العجين، ماشي؟ السمسم ده هو ده الشحنات، تمام؟ وفي الحاله دي قلنا ان انت عندك حاجه من اتنين، لو نص قطر الكوره اسمه اركت، ده نص قطر الكوره الفعلي اركت. لو عايز تجيب الالكتريك فيلد عند الار اقل من الار كابيتال، يعني جوه الكوره، يعني فين؟ جوه الكوره. ففي الحاله دي الالكتريك فيلد بيساوي، حد فاكر القانون؟ ك ها في كيو في ار على ار تكعيب، ومن هنا طلعنا انه بيتناسب طردي مع الار. ده انسايت، وده ليه اثبات وقلناه، فاهم كده؟ وقلنا بعد كده طب لو عايز، لو عندك الار اكبر من الار كابيتال، يعني انت بره دلوقتي، ففي الحاله دي الالكتريك فيلد بتاعك بيساوي ايه؟ الالكتريك فيلد بيساوي ك في كيو على الار تربيع، سوري دي ار سمول تربيع، عشان الناس اللي تعبها نفسيا حكايه الار سمول والار كابيتال. بص يا هندسه، الار كابيتال هي نص قطر الكوره اللي هو رقم ثابت 10 سم مثلا. طب الار سمول ده اي رقم؟ الار ده الاربيتري بتاعك، الفاريبل المتغير، ماشي؟ يعني مثلا اقول لك ايه، مثلا دي ار كابيتال بتساوي 10، فما اقول لك هات الالكتريك فيلد عند ار بتساوي 11، يبقى انت بره ولا جوه؟ يبقى انت بره. طب هات لي عند ار بتساوي 9، يبقى انت جوه ولا بره؟ يبقى انت جوه. يبقى حسب الار سمول ده هو المتغير بتاعك عند اي وضع، ماشي يا رجاله؟ تمام. وقلت لك ان دي بتترسم بالشكل ده، لو دي الار وده الالكتريك فيلد، بص كده ده الار كابيتال اللي هو نص القطر، جوه العلاقه طرديه بالشكل دوت اللي هي دي،
وبره بيتناسب عكسي مع الار. طب وعند السنتر، سوري عند مش السنتر، عند السنتر بتساوي زيرو. طب وعند السيرفس هنا اهو، عند السيرفس يعني الار بتاعتك بتساوي ار كاب، هتعوض هنا بار كاب او تعوض هنا بار كاب، في كلا الحالتين هيديك كي في كيو على الار كابيتال تربيع. ده احنا كده وقفنا هنا المره اللي فاتت. الكلام ده صعب، ركز بقى عشان الكلام اللي هنقوله النهارده مهم جدا، والابلكيشنز بتاعته كراجل ليك كراجل انجينير اتس فيري امبورتنت. ماشي يا رجاله؟ ماشي. ايه اللي يحصل بقى؟ الكلام اللي فات ده كله كنا بنتكلم عن ايه؟ يا الفوليوم بتاعك عباره عن شحنه، يا اما الماتيريال نون كوندكتنج، ماده غير موصله، غير موصله. طب ايه اللي يحصل بقى لو الماده بتاعتك كانت كوندكتنج؟ يعني انت جبت ماده موصله وحطيتها في مجال كهربي. تعال تخيل الوضع كده، دي سلندر مصنوعه من ايه؟ ميد اوت اوف الومنيوم كوبر ستيل وات ايفر يعني، ماشي. طيب وحضرتك رحت جاي حاطط الكتريك فيلد كده، ده الاي، ماشي يا شباب. مش الماده الموصله ده يا جماعه بيبقى فيها فري الكترونز، صح كده؟ ركز. يعني انت عندك هنا فري الكترون، الفري الكترون ده يحصل له ايه؟ مش بتحرك عكس المجال، فالفري الكترون ده يروح ماشي كده، يسيب مكانه هول تتنافر معاها الناحيه الثانيه، صح؟ تمام كده. ده بيعمل لك ايه؟ مش ده كده بيعمل لك الكتريك فيلد اتجاهه كده، سميه اي انترنال، صح؟ مش بيعمل الكتريك فيلد بيعكس الاصلي. فجه كمان الكترون اول ما شاف ده راح عامل نفس القصه، يحصل ايه؟ الالكتريك فيلد ايه؟ يزيد شويه، صح؟ جه كمان الكترون، الكتريك فيلد يزيد 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 لحد امتى؟ لحد ما قيمه الالكتريك فيلد اللي جوه اللي هو اتجاهه كده يعاكس الالكتريك فيلد اللي بره، وبالتالي المحصله هنا بتساوي كام؟ زيرو. في الحاله دي بيوقف الحركه بقى بتاعت الالكترونات عشان ما عادش فيه الكتريك فيلد جوه. الكلام ده بيحصل لايك ذات فيري فاست. اول ما تحط المعدن في المجال الكهربي الالكترونات تترتب على طول، يروحوا كده والهولز تروح كده، يعمل لك الكتريك فيلد جوه يعاكس اللي بره، المحصله جوه تساوي مين؟ صفر. ليه؟ عشان في فري الكترونز بتتحرك مع المجال، وعشان كده الالكتريك فيلد داخل اي معدن بيساوي زيرو. ودي بقى معلومه خطيره جدا ولازم تعرفها كويس قوي، المجال الكهربي داخل اي معدن بيساوي زيرو. اقولها تالت، المجال الكهربي داخل اي معدن بيساوي زيرو. حتى لو فرضنا ان انت رحت جايب شحنات من عندك انت الكترونات ورحت عامل لها انجكشن في النص هنا، رحت حقن المعدن ده بالكترونات جوه، ايه اللي يحصل؟ تتنافر وتروح طالعه برضه على الايه؟ على السطح. بتحاول تبعد بقدر الامكان، اقصى نقطه فين؟ سطح المعدن، واخد بالك؟ يبقى توزيع الشحنات على سطح المعادن بيبقى على السطح الخارجي وفقط، حتى لو انت حطيتها جوه شويه وتروح قبع السطح كده. والمجال الكهربي داخل اي معدن، الالكتريك فيلد انسايد كوندكتورز ايكوال وات؟ ايكوال زيرو. المعلومه دي خطيره جدا ولازم تعرفها، ولو جاي لك مساله في الامتحان بتحل فيها وبيقول لك هات لي المجال الكهربي عند النقطه الفلانيه ومش عارف تحلها خطوات، بس النقطه الفلانيه دي موجوده في وسط المعدن وانت مغمض تقول بكام؟ بزيرو. الناس اللي ورا هناك معانا ولا لا؟ اقول تاني، المجال الكهربي داخل اي معدن بيساوي صفر، تمام؟ طب تعال نحل دي. لو دي كانت كوندكتنج سفير، الموضوع ده بقى ايه؟ في لعب بقى زي ما تقول قول، وفي شغل زي ما تقول قول، وبيضحك عليك في الامتحانات كتير في القصه دي، وانت للاسف عشان الناس كتير ما بتبقاش فاهمه بتضحك عليها بسهوله قوي.
تمام؟ يجي يقول لك كده، طب الكرة بتاعتي اهي، الكرة بتاعتنا اهي، ماشي يا رجالة؟ ما هو بيعمل صوت. طيب ادي كرة، بص بقى هيروح قايل لك ايه بقى؟ كوندكتنج سفير. يبقى الالفاظ هنا مهمة جدا في المسألة عندي. يقول لي كده كوندكتنج سفير وذ ريديوس ار كابيتال تشارجد وذ ا تشارج بلس كيو مثلا. تحط التشارج فين بقى؟ على السطح الخارجي. طالما دي كوندكتور يبقى التشارج بتاعتك تتحط على السطح الخارجي كده وفقط. تمام؟ يبقى دي كيو. يقول لي find the electric field inside outside at the surface of the sphere. تعال نعمل الشغل بتاعنا بتاع جاوس. يلا تعال نتكلم الاول بره اسهل شويه. تعال نتكلم لما يكون الار اكبر من الار كابتن، يعني outside. سعادتك outside يعني سعادتك مثلا الار مثلا هنا كده. كنا بنحل المسائل اللي زي دي ازاي؟ طبق قانون جاوس. كنا بنعمل ايه؟ بناخد سطح جاوس مناسب. سطح الجاوس المناسب بتاعك تاخد سلندر سفير كده بالشكل ده، كوره حوالين الكوره، تمام كده، وتطبق عليها قانون جاوس. الانتجريشن بتاع الاي دوت دي اي بيساوي الكيو انكلوزد على الابسيلون نوت. ده يتفك زي ده بالظبط، الالكتريك فيلد بيطلع بره ثابت. ليه؟ لانك على نفس الايه، على نفس البعد، والدوت بتبقى كوساين، واي خط طالع من هنا بيبقى عمودي على سطح الكوره لان امتداد الخط ده بيوصل للسنتر. فكوساين 0 ب 1 اي، والدي ايه مساحه سطح جاوس، يبقى 4 باي ار سكوير. الطرف ده انت بتعمله على سطح جاوس اللي انت راسمه، فالدي ايه بتبقى مساحه سطح جاوس اللي انت راسمه بيساوي كيو انكلوزد اللي هي الشحنه اللي اسمها كيو على الابسيلون نوت، ومنها يبقى الالكتريك فيلد بتاعك بيساوي ايه بقى؟ كي في كيو على الار تربي. صعبه دي؟ فرقت حاجه على اللي فاتت ولا الهوا؟ بص كده، الاوتسايد كان بيديني كي في كيو على الار سكوير، يبقى بره الكوره ما بيفرقش كوندكتور نون كوندكتور، الالكتريك فيلد بتاعك بيساوي ايه؟ كي في كيو على الار سكوير. طيب تعالى نتكلم بقى جوه الكوره، ات لما الار اقل من الار كات، يعني سعادتك بتشتغل فين دلوقتي؟ الجاوسيان سيرفيس بتاعك جوه دي الار، يبقى اي في 4 باي ار سكوير ده ينزل زي ما هو قانون جاوس. بحط الاي في الانتجريشن بتاع الدي اي، يبقى دي الاريا. طيب مضروب بيساوي ايه بقى؟ حاجه على الابسيلون نوت. الشحنه داخل سطح جاوس بكام؟ بيساوي زيرو. ومن هيبقى الالكتريك فيلد بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. يبقى المجال الكهربي جوه المعدن بكام؟ بزيرو. ليه؟ مفيش شحنه. من الاخر تعالى كده واعمل جاوسيان سيرفيس اللي هو هيبقى عباره عن سفير، وبص جواها في شحنه؟ لا، يبقى مفيش مجال. وبالتالي سعادتك لو حابب ترسم الرسمه، مين يرسم لي بقى؟ مين يقول لي الرسمه دي بشكلها ازاي؟ دي كده الار. قول كونستانت من هنا، كونستانت بيساوي كام؟ ايوه، طول ما انت جوه الكوره، بص من اول الصفر لحد الار، طول ما انت جوه الكوره الالكتريك فيلد بزيرو. طب وبره الكوره؟ علاقه عكسيه تربيعيه اللي هي بيبقى شكلها كده، صح؟ يبقى انت ايه اللي بيحصل؟ يعني انت مثلا انت هنا، فالالكتريك فيلد بقيمه، كل ما تقرب يزيد يزيد يزيد، بص بيزيد 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 بيزيد، وصلت عند السطح دي اعلى قيمه، مجرد ما دخلت جوه يروح نازل للزيرو، ماشي؟ طب القيمه هنا بكام؟ كي في كيو على الار سكوير، ودي اعلى قيمه. بص الفرق بين الرسمتين دي. يبقى انت من خلال الرسمه، اديك رسمه تقدر تعرف ده كوندكتور ولا لا. اللي جواه المجال بصفر يبقى كوندكتور. اقولها تاني، اللي جواه المجال بصفر يبقى كوندكتور. اقولها تالت، اللي جواه المجال بصفر يبقى مين؟ كوندكتور.
تمام؟ اللي فيه علاقة طردية يبقى نون كوندكتنج. في كلا الحالتين ايه؟ الماكسيمم على السطح، كي في كيو على نص القطر التربيع بتاع الكورة. الالكتريك فيلد في السنتر بزيرو بتاع الاثنين. طب اقول لك حاجة، دي ممكن تكتبها ازاي؟ مش دي، فك دي كده، تعالى دي كده، فك لي دي كده، يبقى الالكتريك فيلد بيساوي بقى كيو على 4 باي ابسلون نوت في ار تربيع، صح؟ تتفك كده. طب بص كده، دي ايه؟ دي ايه؟ دي عبارة عن كيو على 4 باي ار سكوير. ايه ال 4 باي ار سكوير دي؟ مش دي مساحة سطح الكرة؟ طب تمام. طب لو انت على السطح واقف هنا عن سطح الكرة، مش يبقى دي ار ار سكوير، ار كابيتال سكوير؟ الله، يبقى اما تقسم لي الشحنة على السيرفس اريا اللي متوزعة عليه بديك ايه؟ اسمها ايه دي؟ برافو عليك، اسمها السيجما. اقولها تاني، لما تقسم الشحنة على الاريا اللي الشحنة دي متوزعة عليها مش اسمها سيجما؟ يعني دي تقدر تكتبها كده، سيجما على ابسلون نوت، صح؟ يبقى المجال الناتج عن كوندكتور السيرفس شارج الدنستي بتاعته اسمها سيجما، يبقى سيجما على الابسلون نوت. تلاحظ حاجة، ساعات يقول لك ايه، ما ترسم لي كده خطوط المجال هنا وهنا على الرسمه شكلها ازاي؟ عادي خالص، هنا خطوط المجال طالعه من السنتر راحه الى ما لا نهايه لو هي موجبه. طب ولو سالبه؟ يبقى داخله لجوه. طب لو كوندكتور في مجال جوه؟ مفيش، يبقى تمسك من السطح كده وانت طالع. طب لو سالبه؟ يبقى جايه من ما لا نهايه لحد السطح. يبقى المعدن الشحنه بتتوزع على سطحه، وبناء عليه المجال الناتج عنه بيبقى من السطح لبره او من بره للسطح، اخرج سطح المعدن، مفيش حاجه بتخش جوه. ماشي يا رجاله؟ الكلام ده صعب. طب افرض الكره دي كانت شيل، كانت شيل، شيل نص قطره ار كابيتال، طب تبقى قوانين ازاي؟ ها تبقى قوانين ازاي؟ قوانين دي يعني الانسايد والاوتسايد يبقوا ازاي؟ فكر، لو كانت شيل تبقى قوانين ازاي؟ ها فكر فيها كده، قدامك 30 سكند بتتناسب مع الار تربيع. اشمعنى يعني؟ ما تعمل يا باشا جاوز ما تتكلم ليه؟ ما تعمل قانون جاوز. ماشي كده كده، اما بتاخد جاوسن سيرفس بره ما بيفرقش معاك شكل الكره دي جواها ايه، انا مالي، انا باخد الشحنه اللي جوه جاوسن سيرفس وخلاص، وكده كده الشحنه اللي جوه جاوسن سيرفس بكام؟ بكيو. يبقى بره الكوره لو بتجيب الالكتريك فيلد هو ده بالظبط. طب جوه الكوره؟ هو اصلا جوه الكوره في حاجه؟ ده هوا، يبقى في شحنه؟ مفيش. يبقى الشل اللي هي ثين شل، ثين يعني ايه؟ ليها نص قطر واحد، يعني حاجه رفيعه قوي، يعني مثلا انت عامل كوره بس عاملها مثلا الومنيوم والكوره دي فاضيه من جوه هوا. نعم يا فندم؟ لا، دي الاول كانت سوليد، دي الاول كانت سوليد، الكوندكتنج سوليد، بس كده كده طالما سوليد يعني فيها ماتيريال من جوه، كده كده طالما هي متصنعه من ماده موصله للكهرباء كده كده مفيش شحنه جوه. ماشي؟ يبقى اذا ركز، في حاله الشيل الالكتريك فيلد بره كي في كيو على الار سكوير، طب وجوه؟ بزيرو. ليه؟ لان كده كده مفيش شحنه، مفيش حاجه جوه تشيل الشحنه. الناس معايا ولا ايه ظروفنا؟ يا شباب دي فيها مشكلة؟ طب ماشي خد دي.